اللهم مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 28 درجة مئوية، الملموسة أقل بقليل حوالي 27 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون غربية خفيفة لمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها شمالا سكاكا تفرق لبعض الغيوم 40 ل 26، عرعر 40 ل 26، أيضا تبوك 37 إلى 24. المنطقة الغربية جدة طقس حار 43 إلى 28، المدينة المنورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 45 إلى 33، والطائف 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في المرتفعات الجبلية، أبها زخات رعدية 35 إلى 22، الباحة 29 إلى 24، وجازان 35 إلى 33. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة 43 إلى 32، الإحساء طقس حار 46 إلى 32، أما حفر الباطن طقس صافي 44 إلى 34. المنطقة الوسطى حائل طقس حار 40 إلى 28، بريدة أتربة مثارة 44 إلى 29، والرياض طقس صافي 43 إلى 30. إلى اللقاء.